من تقاليد السوق سابقا، بما انه هسه دا اروح للسوق، اتذكرت كانت الام من تمشي تخلي بناتها قدامها، وكانوا ما يعلشون بالسوق، وكانوا منصين صوتهم، عيب يقول لك السوق مليان شياطين. ليش هم الشياطين يقصون الشياطين؟ هو البشر شيطان. هاي اولا. ثلاثة، علج ماكو، صوت عالي ماكو. هسه اللي دا يصير بالاسواق، نرجيله الكترونيه بيد النساء، قر 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 قر، لو دا تشرب تدخن سجارة وتمشي، لو صوت الامهات الشابات بعد اعلى من صوت بناتهم اللي هم شابات. السوق كله يعرف اسماء الصديقات، تعالي فلانه، روحي فلانه، السوق كله عرف اسماء البنات. هذا قبل ما كان موجود. شكرا زهره زنقه، بس هاي اداب السوق القديمه.